أيها الإخوة الكرام، أحد أنواع الذكر أن تذكر أسماء الله تعالى، وأن تذكر صفاته، وأن تثني عليه، وأن تنزهه عما لا يليق به. هذا أحد أنواع الذكر. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله من هذا القبيل، يقول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا نوع من الذكر، أن تذكر أسماء الله عز وجل، وأن تذكر صفات الله عز وجل، وأن تثني على الله عز وجل، وأن تنزه الله عما لا يليق به. أيها الإخوة، ولكن هناك ذكر أفضل من ذكر، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. رواه مسلم. خاطب جويرية ورآها تذكر الله، تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. قال لها: لقد قلت بعدك ثلاث كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح بها، فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله عدد ما خلق الله في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. هذه أنواع من الذكر وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك نوع آخر له شأن كبير، ولا سيما في هذا العصر، أن تخبر عن الله، أن تخبر عن الله عز وجل، وتقول: الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم، لا تخفى عليه خافية من أعمالهم، أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، هو على كل شيء قدير، أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته، ونحو ذلك. وهذا نوع من الذكر جليل جدا، أن تعرف الناس بالله عز وجل: ربنا رحيم، ربنا كريم، ربنا تواب، ربنا قوي، ربنا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ربنا أمرنا أن نستعين به وما أمرنا أن نستعين به إلا ليعيننا، ربنا أمرنا أن نسأله جوف الليل وقت السحر، أن نسأله حاجتنا كلها، سؤلنا كله. أن تحدث الناس عن الله عز وجل كلاما طويلا مستفيضا، تبين لهم أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، ويعني كيف يعامل عباده، كيف يرحمهم، كيف يعلم حركاتهم وسكناتهم. وهذا نوع آخر من الذكر، ولعل هذا النوع هو ذكر الدعاة إلى الله عز وجل. يذكرون الله لعباده، يعرفون الله لعباده، يقربون العباد إلى ربهم، يحببون الله إلى عباده، يحملونهم على طاعة الله، يبينون لهم طريق الوصول إلى الله. هذا من أجل أنواع الذكر. لعل النوع الأول هو ذكر عبادة فردية، ولعل النوع الثاني ذكر الدعوة إلى الله عز وجل، وكلاهما ذكر لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فاذكروني أذكركم،
اذكروني لعبادي، بينوا لهم عظمتي، بينوا لهم رحمتي، بينوا لهم حكمتي. هناك من ينفر، هناك من يقول نجار عنده قطعتا خشب، جعل أحدهما باب قصر والثانية باب كنيف، ألك عنده سؤال؟ طبعا لا، لكن هذا الكلام لا يحبب الله إلى عباده. بعضهم يعتقد عقيدة الجبر ويبين للناس أن الله خلق الإنسان كافرا وأجبره على الكفر وسيضعه في جهنم إلى أبد الآبدين. هذا ليس مقرب لكنه منفر. هناك من يقول قد تطيعه طوال حياتك ويجعلك في النار، هو على كل شيء قدير، ولكن الله عز وجل قال إن ربي على صراط مستقيم، قال وهل نجازي إلا الكفور، قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذا التوضيح المبتور أن تأتي بنص دون أن تربطه ببقية النصوص، أن تأتي بنص هو لو جمع مع بقية النصوص لكان متكاملا معها، أما أن تجتزئ نصا وأن تلح عليه وأن تنفر الناس منه أنت لست مقربا إلى الله عز وجل، ولست تحبب الله إلى عباده، ولست تحملهم على أن يتصلوا به ولا على أن ينصاعوا لأمره. أيها الإخوة الكرام، الذكر الأول ذكر العبادة، ولكن الذكر الثاني ذكر الدعوة إلى الله. يجب أن تعرف الناس بأسماء الله الحسنى، بصفاته الفضلة، أن تعرفهم بكرمه، برحمته، بعفوه، بمحبته لعباده، بفرحه بتوبتهم. يجب أن تجعل من دعوتك تعريفا بالله، يجب أن تعرف بالآمر قبل أن تعرف بالأمر، لأن كلمة المشهورة إن عرفتهم بالأمر ولم تعرفهم بالآمر تفننوا في التفلت من هذا الأمر، أما إن عرفتهم بالآمر ثم عرفتهم بالأمر تفانوا في طاعة الآمر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أمضى حقبة طويلة في مكة يعرفهم بالآمر، فلما استقر الإيمان في قلوبهم ولما تمرسوا بمعرفة الله عز وجل جاء التشريع، فإذا هم من الورع بمكان. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الله وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فاستنبط بعض العلماء أن الذكر ينبغي أن يكون حمدا وثناء وتمجيدا لله عز وجل، لذلك قالوا المحب الساكت لا يكون حامدا، والحامد غير المحب لا يكون حامدا. لا بد من أن يمتلئ قلبك محبة له، ولا بد من أن يلهج لسانك بحمده، ولا بد من أن تمجده للخلق. أيها الإخوة الكرام، وهناك نوع من الذكر هو من أجل الأنواع أيضا، أن تذكر أمره وأن تذكر نهيه وأن تذكر أحكامه التشريعية. هذا هو الأمر، هذا حلال، هذا حرام، هذا مكروه، هذا مندوب، هذا مباح، هذا فرض، هذا فرض عين، هذا فرض كفاية، هذا محرم، هذا شرك، هذا كفر. أنت حينما تعرف الله تشعر بحاجة قوية جدا إلى أن تتقرب إليه. بما تتقرب إليه؟ بطاعته. تطيع ماذا؟ تطيع أمره. أين أمره؟ إذن جزء من الدعوة إلى الله أن تعرف الناس بأمره. وكأن الدعوة تقوم على دعامتين، أن تعرف الله بذاته، أن تعرف العباد بذات الله عز وجل، بأسمائه الحسنى، بصفاته الفضلى، بالتوحيد، بأنه خالق السماوات والأرض، رب العالمين، مسير كل شيء، واحد أحد، فرد صمد،
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. هذا جانب من الذكر. والجانب الثاني أن تذكر أمره ونهيه. إطلاق البصر حرام، وغض البصر أمر إلهي في القرآن الكريم، ضبط اللسان أمر إلهي. كيف مسخ الدين عند الناس إلى عبادات شعائرية جوفاء؟ كيف يقول جعفر رضي الله عنه للنجاشي: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم، حتى بعث الله فينا نبي رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. منهج أخلاقي كامل. الإيمان كله صدق، الإيمان كله محبة، الإيمان كله إخلاص، الإيمان كله عفة. هذا الذي يصلي ويضحك الناس بنكات بذيئة جنسية، كيف تنسجم الصلاة مع هذا المزاح البذيء؟ كيف؟ هذا الذي يصلي ولا يؤتمن على مال، هذا الذي يصلي ولا يؤتمن على عرض، ما قيمة هذه الصلاة؟ نقول له: استمر على الصلاة وانتبه إلى لوازم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. أيضا أيها الإخوة، أن تذكر اسم الله وأن تذكره بالحمد والثناء والتمجيد، هذا ذكر تعبدي. وأن تذكر الله لعباده معرفا أنه هو الخالق والرب والمسير وهو الإله الواحد الأحد، أن تذكر أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى، هذا ذكر دعوي. الآن أن تذكر أمره ونهيه، كيف تتقرب إليه؟ بطاعته. أين أمره ونهيه؟ جزء من الدين أن تبين أمره ونهيه، هذا ذكر. ولكن بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: أما الفقه الأكبر إن ذكرت أمره بادرت إلى تنفيذ هذا الأمر، وإن ذكرت نهيه ابتعدت عن هذا النهي بعد الأرض عن السماء. يعني أن يجدك الله عند الحلال والحرام، أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. هذا هو الفقه الأكبر، أن تطبق الذي تعلمه للناس. الفقه الأكبر إن ذكرت أمره أن تبادر إلى تطبيق هذا الأمر، إن ذكرت نهيه أن تبادر إلى البعد عن هذا النهي. أيها الإخوة الكرام، ولعل من باب التقريب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. كيف؟ أنت حينما تمسك كأس الماء لتشربه تقول: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني من جعل هذا الماء عذبا مستساغا؟ الله جل جلاله. لو كان ملحا أجاجا ماذا نفعل؟ يموت الناس في البحر وهم على الماء محمولون من شدة العطش. فإذا ذكرت الله عز وجل، أي إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، أن تذكر المنعم وأن تذكر أمر المنعم. أمرك النبي أن تشرب قاعدا، وأن تشرب على ثلاث دفعات، وأن تمص الماء مصا لا أن تعبه عبا. إذن البسملة تعني أن تذكر المنعم وأمر المنعم في كل شيء. ذهبت إلى محلك التجاري، بسم الله الرحمن الرحيم. ينبغي أن تجعل من هذا العمل التجاري في خدمة الحق. أمرك أن تبدأ عملك ببسم الله الرحمن الرحيم إن كنت طبيبا، أي أن تبتغي بهذه الحرفة وجه الله عز وجل، فتكون صادقا مع المرضى، متقنا في عملك، ناصحا لهم. أيها الإخوة، وهذا الذكر الثالث هو ذكر الفقه الأكبر، إن ذكرت أمرا بادرت إلى تنفيذه. أيها الإخوة الكرام، بقي شيء. قالوا: الذكر خمسة أنواع.
ذكر بالقلب واللسان معا، وهذا أفضل أنواع الذكر على الإطلاق، ذكر بالقلب واللسان معا، وهذا أفضل أنواع الذكر على الإطلاق، وذكر بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية، وذكر باللسان وحده وهذا في الدرجة الثالثة. ذلك أن الذكر يرقى إذا اجتمع فيه القلب واللسان معا، أما إذا كان ذكر القلب وحده فهو أفضل من ذكر اللسان وحده، أما الأكمل أن يكون القلب ذاكرا واللسان ذاكرا. قالوا ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويدع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات، أما ذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا، ثمرته ضعيفة. هذا الذي يذكر بلسانه فقط نقول له استمر في ذكر اللسان وأضف له ذكر القلب، لأن ذكر اللسان وحده قيمته ضعيفة جدا. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر في هذا الموضوع، قالوا الذكر أفضل من الدعاء، استنادا إلى الحديث الشريف القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. لذلك المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته، ثم يسأل حاجته، كما في حديث فضالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا. ثم دعاه فقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. إذن الذكر بشكل دقيق أفضل من الدعاء، أما إذا كان لابد من الدعاء فلتبدأ بذكر الله عز وجل بحمده والثناء عليه ثم بالدعاء. هذا الحديث حسن صحيح، رواه الحاكم في صحيحه. أيها الإخوة الكرام، قدوتنا في الدعاء دعاء سيدنا ذي النون عليه السلام، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته. ماذا قال؟ قال: وهو في بطن الحوت، في ظلمات ثلاث، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة الليل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قانون. هذا الكلام دقيق جدا، ما أراد الله أن يحدثنا عن قصة نبي، لا، أراد أن يجعل من دعاء النبي منهجا لنا في حياتنا، فمهما تكن مصيبتك لا يمكن أن تزيد عن إنسان وجد نفسه فجأة في بطن الحوت. ماذا يفعل؟ والله احتمال النجاة بالمليار واحد، بالمليار مليار واحد ما في، ومع ذلك نجاه الله عز وجل. فأية قضية هي أهون من قضية سيدنا يونس بكثير. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم قط إلا استجاب الله له. سيدنا يونس ما قال: يا ربي أنقذني، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قال شيء، أثنى على الله عز وجل. فقال العلماء: الثناء على الله دعاء. يعني إذا كان إنسان قالت أم له وابنها عنده أسير: أنت رحيم، ماذا تقصد الأم من كلمة أنت رحيم؟ أنت عادل، أنت لا ترضى بالظلم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني فك أسر ابني، هذا معنى الكلام.
وفي الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: دعوة أخي ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم قط إلا استجاب الله له. يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أصول الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يدعو في ساعات الكرب، يقول: لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هو يدعو يثني على الله عز وجل، يثني عليه ويبين أنه واحد أحد لا شريك له، وحده الفعال، وحده المعطي، وحده المانع، وحده الخافض، وحده الرافع، وحده المعز، وحده المذل. هذا معنى لا إله إلا أنت. الحليم الكريم، الرحمن الرحيم، رب العرش العظيم، الأمر إليك وأنت هكذا يا رب. القضية طوقت، أنت تعاني مشكلة، الأمر بيد الله، والله عز وجل كريم ورحيم وقدير وسميع ومجيب. فهذا قمة في الدعاء، لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن سمع هذا الدعاء: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه أبو داود والنسائي من حديث أنس. أيها الإخوة الكرام، هذا من السنة الإقرارية، سنة النبي عليه الصلاة والسلام قولية وسنته فعلية، وهذا من السنة الإقرارية. سمع النبي دعاء أحد أصحابه فقال: هذا الدعاء دعا باسم الله الأعظم، إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، ولا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء إذا تقدمه هذا الثناء والذكر يستجاب، وأن اسم الله الأعظم، فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه. أيها الإخوة الكرام، دققوا في الدعائين القرآنيين. دعاء سيدنا موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ودعاء سيدنا ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأن يبدأ الدعاء بالثناء على الله عز وجل أقوى وأبلغ من أن يبدأ بعرض الحاجة فقط. سيدنا الصديق رضي الله عنه كما ورد في الصحيحين قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. دقيق. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء ينبغي أن ندعو به عقب كل صلاة قبل السلام: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال: فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده وأنه المنفرد بغفران الذنوب، ثم سأله حاجته بالتوسل بالأمرين معا. فهذا من أكمل أدعية
الإسلام. أيها الإخوة الكرام، بقي موضوع قصير، هو أن قراءة القرآن أفضل أنواع الذكر بشكل مطلق. أما وأنت تركع أفضل الذكر أن تقول سبحان ربي العظيم، وأنت ساجد سبحان ربي الأعلى. فهناك ذكر فاضل وهناك ذكر مفضول، ولكن في بعض الأحوال المفضول يجب أن يقدم على الفاضل. يعني أنت في مصيبة، الدعاء أفضل من قراءة القرآن. أنت في محنة، الاستغفار أولى. فمطلقا أعلى شيء أن تقرأ القرآن، أما حينما تكون بحالة خاصة صعبة فلا بد من أن تقدم الاستغفار أو أن تقدم الدعاء على تلاوة القرآن. سئل بعض العلماء الكبار، أيهما أنفع للعبد، التسبيح أم الاستغفار؟ فقال، إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أفضل أنفع له، وإن كان دنسا فالصابون والماء الحار أفضل. يعني إذا في نقاء التسبيح، وإذا في ذنب الاستغفار. ففي عنا حكم مطلق وعنا حكم نسبي. أيها الإخوة الكرام، هذا موضوع دقيق، إن شاء الله أحاول أن أزيد عليه في خطب قادمة إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، كلمة من القلب إلى القلب. حينما ركز بعض العلماء في الماضي أو في الحاضر على القلب تركيزا شديدا، وقد انحرف بعضهم أو متأخروهم، فنحن لا ينبغي أن يكون رد فعلنا أن نلغي القلب، أن نلغي انحرافهم وشذوذهم. أما القلب له مكان كبير في الكتاب والسنة، ولعل من أقوى الأدلة على ذلك أن الله عز وجل يقول، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا في الكتاب. أما في السنة، أعرف في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقلب الإنسان أخطر ما فيه، إنه موضع المعرفة وموضع الشكر وموضع الحمد وموضع التواضع وموضع الكبر وموضع الزيغان وموضع الاستعلاء. أكثر أمراض القلب مهلكة، لكن أمراض القلب متى تبدأ؟ عند الموت. وأمراض الجسد تنتهي عند الموت. لذلك خطورة أمراض القلب، لأن هذه الأمراض أبدية، وبها يعذب الإنسان في جهنم إلى أبد الآبدين، بينما أمراض الجسد تنتهي بموت صاحبها. أيها الإخوة الكرام، بربكم، لا سمح الله ولا قدر أبعد عنا وعنكم كل مكروه، لو أن إنسان عرف أن في قلبه مشكلة كبيرة، وأن هذه المشكلة قد تكون قاتلة، لما يهتم كثيرا؟ لما لا ينام الليل؟ لما يبحث عن أكبر طبيب؟ لما يبيع بيته من أجل عملية جراحية؟ لأنه قلب. طيب لما لا تهتم بقلبك الآخر، بالقلب الإيماني الذي قال الله عنه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب ممتلئ كبرا، قلب ممتلئ حسدا،
قلب ممتلئ شهوة، قلب ممتلئ من حب الدنيا، قلب ممتلئ بمعلومات سخيفة ومضحكة وساقطة. هذا هو الإنسان، وعاء. ماذا تعبئ في هذا الوعاء؟ أيها الإخوة الكرام، ذهب رجل إلى سفيان الثوري فقال له: يا سفيان، لقد ابتليت بمرض قلبي، فاصرف لي دواء. فقال له سفيان: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن من المعصية، وصفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه بكأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله تعالى. هذه المعاني ينبغي أن تحيا في قلوبنا، أن يعتني الإنسان بقلبه، أن يكون قلبه سليماً، أن يكون قلبه محباً لله عز وجل، أن يكون القلب سليماً تجاه الخلق. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أطلب، دققوا في هذا القول الخطير، أطلب قلبك في ثلاثة مواطن. الإنسان يتفقد أيام محفظة النقود، يتفقدها متى؟ إذا دخل إلى محل تجاري ليشتري، لا بد من أن يدفع، يضع إيده على صدره. يتفقد محفظة النقود إذا دخل إلى محل تجاري، ويتفقد مفتاح مركبته إذا ذهب إلى مركبته، يتفقد مفتاح بيته إذا دخل إلى بيته. طيب، ابن مسعود رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه قال: تفقد قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي أوقات الخلوة، وفي مجالس الذكر. مجالس الذكر أي مجالس العلم بالضبط. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن الثلاث، فاسأل الله تعالى أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. في الصلاة ما في أي شعور، في مجلس العلم ما في أي شعور، في خلوتك مع الله ما في أي شعور. اسأل الله عز وجل أن يهب لك قلبا، فإنه لا قلب لك. وقال بعض أصحاب رسول الله: القلب ملك الأعضاء والجوارح. القلب ملك الأعضاء، والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا. أحد كبار العلماء يقول: لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء، لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، يعني أحد أكبر أمراض القلب الشرك، ومن بدعة تناقض السنة، وأحد أكبر أنواع الانحراف أن تبتدع شيئاً ما فعله رسول الله، ومن غفلة تتناقض مع الذكر، ومن شهوة تتناقض مع الأمر، ومن هوى يتناقض مع الإخلاص. ألا تقرأ قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ القلب السليم سلم من شرك يناقض التوحيد، وسلم من بدعة تناقض السنة، وسلم من غفلة تناقض الذكر، وسلم من شهوة تناقض الأمر، وسلم من هوى يناقض الإخلاص. أختم خطبتي أيها الإخوة بحديث دقيق جدا، يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود وقلب أبيض. قلب أسود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وقلب أبيض
لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذه الفتن التي نحن فيها، نحن محاطون بالفتن، نحن في زمن الفتن. عبادة الله في الهرج كهجرة إلي، يعني القابض على دينه كالقابض على الجمر، أجره كأجر 70. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بهيمة دابة، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أيها الإخوة الكرام، أختم خطبتي بما بدأت به: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تعاهدوا قلوبكم، احرصوا على سلامة قلوبكم، طهروها من الحسد، طهروها من الغل، طهروها من الكبر، طهروها من تعظيم الذات، طهروها من التعالي، طهروها من حب الدنيا، طهروها من كل درن. اكسبوها الكمالات من خلال الاتصال بالله عز وجل، ليكن الكمال في قلوبكم: التواضع، الرحمة، الإنصاف. أيها الإخوة الكرام، القلب رأس مالك في الجنة، والقلب السليم سبب سعادتك الأبدية. وكما قال عمر رضي الله عنه: تعاهدوا قلوبكم. وهذا من صلب الدين. وأعيد مرة ثانية أن هناك فئة ركزت على القلوب وانحرفت. ردنا على انحرافها لا أن نلغي القلوب، أن نلغي انحرافها فقط.